قرار. خلي بس اكمل سؤالي. لانه طبعا ايران حاربت ايران ساعدت الثوري ايران ساعدت بس خلي كمل فكرته شيخ ما خليه يكمل ده يطبخ حصه شيخ خليه يكمل هذا بس اصبري لي هسه رح تاخذ وقت كافي بس اصبري لي سحر هسه هو مو يقول الحرس الثوري خوش اوادم دزونا اجهزه فحص فيروس كورونا ودزونا اجهزه انعاش رئه حتى نسجل لكم اياها جيد نقول انتم اليوم وقفتوا مع الشعب العراقي اترك طبخ الحصو اترك تشذب جرب لا تكذب جرب لا تكذب طيب تفضل سيد امير نتمنى ان يبتعد عن لغه الشارع يعني على لا انا مثل الشارع حبيبي انا مثل الشارع انا ما مثل الحرس الثوري سبب 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 طيب تفضل سيد امير سبب سبب عدائه سبب عدائه وعقدته من الحرس الثوري لان الحرس الثوري ساعد العراقيين في ضرب اصدقائهم من الدواعش والتكفيريين في المناطق الغربيه والشماليه أصدقاء من عفوا سيد أمير أنت تتحدث بس عفوا سيد أمير بس عفوا سيد أمير تتحدث مع شيخ عبد الله من عائلة الخربيط من أكبر العوائل في مناطقهم شو معرفة هذا بس أقول شو معرفة هذا عارف العراق منه هذا العراق يا جواد هذا العراق عفوا شيخ عبد الله بس بدون تجاوز